أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تقرير لجنة العقوبات في مجلس الأمن ودلالة الكشف عن أدلة جديدة حول تورط الرئيس المخلوع بغسل أموال مشبوهة وتشجيع أعمال العنف في البلاد، حيث كشف التقرير عن وجود شبكة مالية يديرها نجل المخلوع خالد علي عبد الله صالح تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. وأكد التقرير أن اليمن اقترب من خطر تجاوز نقطة اللاعودة، خصوصا فيما يتعلق بملف الانتهاكات الإنسانية واستمرار أطراف النزاع في منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى ماذا يشير توقيت الكشف عن هذا التقرير؟ وما هي التوقعات حول طريقة التعامل مع ما ورد فيه على الصعيدين القانوني والسياسي؟ من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الجمعة المقبلة اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الذي رصد الانتهاكات والخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع لقرارات مجلس الأمن العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء في النقاش. العالم يحكم الطوق على عصابة الانقلاب في صنعاء، هذا ما كشف عنه أحدث تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن. تقرير فريق الخبراء المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 27 من شهر يناير الجاري تضمن إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيس يلعبه نجل المخلوع خالد في إدارة شبكة مالية لصالح والده وأخيه الأكبر أحمد، وفي تنفيذ عمليات جديدة وتحويلات مالية مشبوهة وغسيل لأموال منها 84 مليون دولار خلال عام 2014. التقرير تعرض هذه المرة لأشكال من الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون وسكتت عنها الوكالات الدولية طيلة السنتين الماضيتين، في تحول يشير إلى أن المجتمع الدولي بدأ بالفعل مغادرة المنطقة الضبابية من الصراع الذي فرضه الانقلابيون في اليمن. من بين أبرز صور الانتهاكات التي ركز عليها فريق الخبراء الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما وثقته اللجنة بالأدلة في تعز. لجنة الخبراء شددت في تقريرها على ضرورة تنفيذ العقوبات المفروضة على المخلوع ونجله وعلى قيادات حوثية بشكل فعال من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن. وعلى العكس من موقف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بدأ أن المبعوث الأممي إلى اليمن يتجاوز حدوده إثر لقاء أجراه مع هشام شرف عضو الحكومة غير الشرعية بصنعاء، رغم عدم صلة الأخير المباشرة بالمشاورات. تصرف استدعى أقوى انتقادا من جانب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على نحو يحمل على الاعتقاد بأن هذا الانتقاد ينطوي على تقييم سلبي لدور المبعوث الأممي برمته، ويحاصره بمزيد من التحديات التي تجعل من جولته الحالية مهمة محفوفة بالفشل. إنها الحقيقة التي يحاول الانقلابيون تداركها عبر الموافقة غير المتوقعة على إرسال موفديهم إلى لجنة التهدئة المقرر أن تعقد اجتماعا في عمان، وربما ذهابهم إلى أبعد من ذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققها الحكومة في الساحل الغربي. نبدأ النقاش من لندن مع ضيفنا من هناك الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. دكتور محمد، إلى أي مدى ترون أن هذا التقرير سيحدث فارق ربما عن باقي التقارير؟ هذا التقرير يعد تقريرا فنيا له أهميته، لكن في الأخير الحديث عن المفاوضات السياسية ربما يتم بمعزل عن التقارير الفنية التي تعدها لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والتي تكون تقاريرها متعلقة بالميدان ومتعلقة بما يخص جوانب محددة في القرار الدولي دون الخوض في الجوانب السياسية. سيكون لها بلا شك أثر، ربما تتاح الفرصة لمناقشة إدراج أسماء الذين وردت أسماءهم في التقرير ضمن لائحة العقوبات، لأنه حصل خرق واضح لقرار مجلس الأمن 22/16 وغيره من القرارات. لكن فيما يخص الجانب السياسي سيشكل إلى حد ما نوعا من الضغط المعنوي على الجانب الانقلابي في الداخل، وخاصة الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي رأينا كيف ظل يناور إلى أن أدخل اسمه قائمة العقوبات، ثم
استمر في المناورة إلى أن أدخل نجله الأكبر بالقائمة، واليوم هو يلقي بظلاله على أسرته كلها، يبدو أنه يريد أن يدخلهم دائرة العقوبات الواحد تلو الآخر بعد ورود اسم خالد علي عبد الله صالح في هذا التقرير. سيكون له أثر بلا شك معنوي، وسيكون له أثر على بشكل غير مباشر على المفاوضات السياسية كجانب من جوانب الضغط على الانقلابيين بالداخل، لكن يجب أن نفهم أنه تقرير تقني، تقرير ميداني فني يخص لجنة العقوبات الممثقة بالطبع من مجلس الأمن الدولي. طيب دكتور محمد، بالنسبة للخطوات الجادة من مجلس الأمن، هل تتوقع أنه ربما يتخذ خطوات جادة تجاه الأسماء الواردة في التقرير؟ لدينا هذا التقرير، لدينا الجسم المنبثق عن مجلس الأمن المسمى بلجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وهي على علاقة أيضا بلجنة عقوبات دولية أخرى خاصة بإيران، لأن إيران ورد اسمها كذلك في تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن، لأن إيران أيضا ممنوعة من تصدير الأسلحة بفعل قرار دولي، وهناك لجنة للمتابعة وهناك لجنة للمراقبة، واللجنتان في هذا السياق هذه نقاط مشتركة بينهما. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لدينا أيضا المبعوث الدولي إلى اليمن، وكل يفعل أو يعمل في مساره. المبعوث الدولي مساره مسار سياسي، عقد مفاوضات، تذليل الصعوبات لعقد هذه المفاوضات، الخروج بحل سياسي. هذه اللجنة هي وإن لم يكن لها ارتباط مباشر بالجانب السياسي، لكنها بفعل مناقشتها لتهريب السلاح من إيران وتبييض الأموال الذي كان حسب التقرير يقوم به نجل صالح، كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها، وبالتالي سيكون لها رغم انفصالها عن بعضها سيكون لها علاقة في تقرير اسم الشيخ القادم في توقعي أو إحاطتي القادمة لمجلس الأمن الدولي. طيب الآن المطلوب من الشرعية والرئاسة يعني بشكل عام فيما يتعلق بالضغط من أجل تنفيذ هذه المقررات، لأن لجنة العقوبات في تقريرها قالت أنه لابد من تفعيل آلية تنفيذ هذه العقوبات، هي طرحت هكذا مقترح أيضا ضمن هذا التقرير. الحكومة الشرعية هذه ورقة ضغط مهمة وجيدة في يد الحكومة الشرعية، ينبغي أن تتحرك بعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ينبغي أيضا أن تتحرك بعثتها الدبلوماسية في الدول الخمس دائمة العضوية لإحاطتهم بواقع الأمر، ولديها الآن مستند دولي تشير إلى خرق واضح وفاضح للقرار الدولي فيما يخص تحريب السلاح إلى اليمن الذي أثبت، وفيما يخص أيضا العقوبات المفروضة على صالح وتحريف الأموال من وإلى الانقلابيين في الداخل، والتي دخل فيها مؤخرا أو حسب هذا التقرير نجل صالح. لا شك أنه سيتم تداول في تصوري في مجلس الأمن، لكن عن طريقين، الطريق السياسي سيقوم به ولد الشيخ، والطريق متابعة، طريق متابعة لجنة العقوبات، متابعة فرض هذه العقوبات، سيقدم تقرير منفصل عن ولد الشيخ، وهذا التقرير الذي يقدم، لكن الإحاطة التي سوف تكون من ولد الشيخ القادمة في تصوري أنها ستشير وستتكئ بشكل أو بآخر على مورد هذا التقرير الذي قدم بدوره إلى مجلس الأمن الدولي. طيب سأذنك دكتور محمد تبقى معنا، نشرك معنا من الرياض الصحفي عارف البركاني، أهلا بك أستاذ عارف. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ عارف. بداية قراءتك لما تضمنه هذا التقرير الأخير للجنة العقوبات تابعة لمجلس الأمن. التقرير يعني يكرر بعض الحقائق التي كانت قد موجودة من قبل، لكن هذه المرة بصيغة مختلفة. هناك لهجة واضحة في كشف التلاعب والخروقات التي تحدث من قبل المخلوع وعائلته. ربما هذا أيضا زي ما قال الدكتور محمد أنه يعني ينبئ بشيء من التحول في غرف المجتمع الدولي، لكن أنا يعني أرجو من حكومتنا أن الجانب القانوني من جهتها غائب، يعني أين المستشارين القانونيين للدولة؟ لأن هذا الملف يحتاج منا إلى أنه يتحرك خلية استشارية من كبار المستشارين القانونيين الذين يستطيعون أن يخاطبوا الدول الدائمة العضوية والسفارات والبعثات
بصيغة قانونية تستغل هذا الملف الموجود. يعني الآن لجنة العقوبات هي أعطتنا أداة، هي مش بيدها أنها تفرض عقوبة، لكن الأداة هذه أو هذا التقرير هو ممكن يتحول إلى عقوبة بفعل قانوني. يجب علينا أن نتحرك في مستشارين قانونيين يدرسوا التقارير هذه وهم على علم واطلاع بآليات الأمم المتحدة أو بالآليات الدولية في مجلس حقوق الإنسان أو غيره، أو حتى في مجلس الأمن وغرف مجلس الأمن وأنظمته ولوائحه، بحيث أنه نفعل هذه الأدلة لتصبح قوانين أو قرارات. طيب أستاذ عارف، سأعود مرة أخرى لضيفنا أيضا دكتور محمد جميح من لندن. دكتور محمد، من ناحية التوقيت الآن والتطورات الحاصلة في الميدان، كيف يمكن قراءة توقيت صدور هذا التقرير؟ لا علاقة في تصوري لصدور التقرير بما يجري في الميدان. يعني هذه التقارير هي تقارير دورية، وهي تقارير يعطى مداها الزمني قبل أن تبدأ، وبالتالي تنجز في الفترة الزمنية المحددة لها. أتى هذا التقرير مصادفة ما يجري في الميدان. لو كان الطرف الآخر لو كان له أن يقول ضمن نظريات المؤامرة أن هذا التقرير صدر من أجل دعم مرتزقة في العدوان كما يقولون، فيمكن أن يكون ذلك على أساس نظريات المؤامرة، لكن لا علاقة إطلاقا بما يجري في الميدان بهذا التقرير الذي صدر وفقا لمدة زمنية محددة له أو محددة له سلفا من قبل مجلس الأمن الدولي ومن قبل لجنة العقوبات التي كلفت هذا الفريق لإعداد هذا التقرير. لكن بشكل أو بآخر نتفق مع الأستاذ عارف بأنه يجب على الحكومة اليمنية أن تفعل وأن تأخذ هذا التقرير على محمل الجد من الجوانب الدبلوماسية والسياسية ومن الجوانب القانونية كذلك، لأنه ورقة ضغط في يدها، وأن لا تكتفي كما حدث لكثير من الفرص المهدرة التي أهدرتها الحكومة للأسف الشديد، التي كان يمكن أن يكون لها جانب إيجابي إذا توضيح للرأي العام العالمي عن طليعة الانقلاب، حقائق الانقلابيين الذين أصبحوا للأسف الشديد مجموعات من الميليشيا ويتعاملون مع رجال العصابات من خصوص تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات وتهريب الأموال وتبييضها. هذه جرائم عالمية يحاسب عليها القانون الدولي. يجب أن تنطلق الحكومة اليمنية من هذا المنطلق في إيضاح رؤيتها للأمم المتحدة وللعالم بشكل عام. طيب دكتور محمد، التقرير أشار إلى نقطة مهمة هي تمكن علي عبد الله صالح وقدرته من تشكيل تحالفات قبلية وسياسية. هذه الشبكة التي شكلها هي من أعاقت الرئيس عبد الرب منصور هادي ربما. كيف يمكن فهم طبيعة تشكيله لهذه الشبكة، وأيضا إلى أي حد النظام الحالي الرئيس عبد الرب منصور هادي ومن معه في صف الشرعية هم قادرون على حد إحداث اختراق داخل هذه شبكة التحالفات القبلية والسياسية لكسبها لصف الشرعية؟ هو للأسف الشديد علي عبد الله صالح هو عمل على هذه الشبكة منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة، بل منذ اليوم الأول لتواجده في العمل العسكري والسياسي عندما كان في محافظة تعز. كان يعمل على نسج علاقاته وشبكة علاقاته مع شيوخ القبائل في مناطق الحجرية، في مناطق المخا، في مناطق الساحل الغربي، وهي التي لا تزال إلى الآن تغذي آلته العسكرية في المهربات من الأسلحة. هذه العلاقات القديمة، له علاقات مع مهربي الأسلحة، له علاقات مع تجار السلاح بشكل عام، وله علاقات أيضا مع كبار شيوخ العشائر والقبائل. هذه الشبكة نسجها على مدى عقود من الزمن، وبالتالي هو اليوم يجني ما, 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 ما نسج من قبل. وهذا النظام الذي أنشئ خلال العقود الماضية لا أختلف عليه 2% بأنه نظام عصبوي يقوم على أساس من الولاء الشخصي، شخص عبد الله صالح، ثم الولاء للقبيلة، ثم الولاء للجهة الجغرافية، وهو محصور في مناطق قوته في مناطق جغرافية معينة في اليمن، وهذا معروف. يعني علي عبد الله صالح وإن كان رئيسا سابقا أو كان رئيسا لفترة طويلة في الجمهورية اليمنية، إلا أنه كان يعمل وفقا للمنظور الجغرافي والجهوي والمناطقي، وكان يتكئ بشكل كبير على الجانب القبلي والعصبي في إدارته للحكم، وهذا الذي جعل
الكثير من القبائل تغير ولاءها بمجرد أن جاء عبد الرحمن منصور هادي إلى الحكم، لأنه من خارج هذه المنظومة القبلية وهذه المنظومة الجغرافية. واستطاع لعبد الله الصالح للأسف الشديد أن يعزف على الوتر، وتر التعصب القبلي والتعصب المناطقي من أجل محاصرة الرئيس هادي اجتماعيا ومحاصرته عسكريا في القيادات العسكرية التي كانت ترفض أوامر هادي أو التي تمردت على أوامره في البداية عندما أراد أن يقيلها من مناصبها. لكن هذا كلام يطول. بشكل مختصر، علي عبد الله الصالح عمل بشكل جيد خلال العقود الماضية من أجل ضمان وجود حاضنة شعبية اجتماعية قبلية جغرافية لنظام حكمي، هي التي لا تزال إلى الآن تمده بالمقاتلين وتمده بالسلاح، وهي التي تبذل دماءها في سبيل بقاء شخص واحد للأسف الشديد. طيب، ينضم إلينا أيضا من لندن دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. أهلا بك دكتور عيدروس. أهلا وسهلا، يا مرحبا. نود التعرف على قراءتك لما جاء في هذا التقرير. هناك العديد من النقاط، ربما هناك نقطة بارزة فيه أن امتلاك علي عبد الله صالح لشبكة مالية كبيرة هي ما مكنته حتى اليوم من استمرار ومواصلة حربه على اليمن. تعليقك على هذه النقطة وأيضا ما لفت انتباهك وأبرز ما جاء في هذا التقرير بالنسبة لك. علي عبد الله صالح منذ اليوم الأول لوصوله إلى السلطة هو حول السلطة إلى مشروع استثماري يدر عليه مجموعة من الأرباح. لم يكن علي عبد الله صالح يفكر ببناء دولة ولا ببناء وطن ولا ببناء منظومة حكم قابلة للاستمرار والتعبير عن الوطن. ولذلك هو منذ اليوم الأول سخر الدولة لتكديس الثروات، وهذه الثروات استخدمها طبعا للإثراء المادي وفتح استثمارات المعروفة في أكثر من مكان، لكن أيضا سخر جزءا كبيرا منها للكسب السياسي. ولذلك جاء الحديث عن الاصطفافات والتحالفات القبلية والعسكرية والدينية علي عبد الله صالح أقام علاقات مع كل أنواع، يعني كل الجماعات المشروعة والممنوعة، تحالف مع القاعدة وتحالف مع مشايخ القبائل وتحالف مع القادة العسكريين وعمل شبكة من الأتباع الذين خدموا مخططه. عندما جاءت عملية التغيير كانوا الناس يعتقدون أنه بمجرد أن تمر الثورة السلمية وتجرى بعض الإجراءات الإدارية يصبح علي عبد الله من الماضي، لكن علي عبد الله صالح حتى المبادرة الخليجية التي هو يتباهى بأنه هو من قدمها هو ضمنها ما يمكنه من العودة إلى الحكم من جديد أو على الأقل من إرباك المشهد طوال الفترة، وهذا ما جرى بالضبط عندما جرى الانقلاب على طيب. سأعود لك دكتور عيدروس النقيب، سأعود لك ابقى معنا دكتور عيدروس لو تكرمت. أعود مرة أخرى للدكتور محمد جميح من لندن. دكتور محمد، التقرير أيضا ربما رجح عدم استمرار التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين مع انتهاء جولة الصراع الحالية، ما الإشارة التي يمكن فهمها من هذا الترجيح؟ دكتور محمد، أنتقل بالسؤال إلى ضيفنا من الرياض الأستاذ عارف البركاني. أستاذ عارف، إذا كان ما زال معنا أستاذ عارف. نعم، معك أستاذ عارف. في التقرير أيضا هناك ترجيح من قبل لجنة العقوبات إلى عدم استمرار هذا التحالف ما بين الحوثيين والمخلوع صالح، ربما سينتهي مع انتهاء جولة الصراع الحالية. هل من إشارة معينة يمكن فهمها من خلال ما ورد في التقرير وخاصة في هذه النقطة؟ طيب، شوف، الحقيقة تقارير لجنة العقوبات أو تقاريرها بشكل عام هي تقارير فنية، لكنها لا تخلو من صبغة سياسية في محتواها أو مضمونها أو في إشاراتها، فهي تلقي ببعض الإشارات ترمي لنا أو للحكومة الشرعية ببعض الثغرات التي ينبغي أن تستغل وتفعل قانونيا. يعني بالنسبة للتحالف الحوثي وصالح، مقروء عند الناس كلهم أن هذا تحالف مؤقت، أصلا هو تحالف مصالحي لا يمكن أن يدوم، لكن كون أنه تأتي لجنة العقوبات الدولية وتضمنه فهي توثق هذا الاختلاف وترمي لنا بسنارة كما يقال لنتحرك ما بعدها. التحالف في الحقيقة سينتهي يوم عاجلا أو عاجلا، ولكن يحتاج
دائما تفكيك التحالف يحتاج الى من يفكك التحالف. نحتاج من قيادتنا احنا انه تكون قادره على صناعه التحالفات وتفكيك تحالفات قائمه، ان تمتلك زمام المبادره، ان يكون لديها خطه انيه واستراتيجيه، ان تتضمن هذه الخطه خطه حرب كامله. خطه الحرب الكامله ما معناها؟ معناها يكون عندك خطه عسكريه وخطه سياسيه وخطه امنيه وخطه اداريه وخطه اقتصاديه وهكذا. نعم علي عبد الله صالح، انا اتفق انه مع الكلام اللي قاله الاخ حيدروس والدكتور محمد، عنده بنى شبكه من العلاقات قويه جدا، لكنه بنى على مدى طويل يعني 33 سنه. وبما يملك من شخصيته هو في شخصيه القدره على المناوره، القدره على احتواء الخصوم، القدره على المبادره ايضا، دائما علي عبد الله صالح يطلع بمبادرات من ايام حكمه الى اليوم. طيب بالمبادرة. التقرير ايضا استاذ عارف حمل الحكومه الشرعيه ايضا المسؤوليه في بعض الممارسات والانتهاكات، ربما قال في موضوع ما يخص منع وصول المساعدات الإنسانية، تعليقك على هذه النقطة وباعتقادك كيف ستتعاطى الحكومة الشرعية معها؟ مجاملة للطرف الآخر، يعني دائما التقارير الدولية تحاول أن تكون متوازنة، لكن أحيانا يكون التوازن مختل. يعني مثلا لو جينا نسأل صاحب التقرير أين إعاقة الحكومة الشرعية؟ بس ما علاقة العمل السياسي والدبلوماسي أستاذ عارف بالمجاملات؟ يعني بالتالي الطرف الآخر سيقول ما صدر وما جاء في هذا التقرير وهو في صف الشرعية أيضا هو يجاملها. طبعا من كل حق كل طرف أنه يعني يأخذ من التقرير ما يناسبه ويرمي ما لا يناسبه، لكن مش هنا مربط الفرس. مربط الفرس من هو الذي عنده الأدلة والوثائق؟ من هو الذي رصد في الميدان؟ من هو الذي وثق هذه العمليات ورفعها بتقارير إلى المنظمات الدولية الحقوقية؟ يعني في النهاية كل واحد سيكون عنده ادعاء. لكن أشكرك جزيلا على العموم أستاذ عارف البركاني الكاتب الصحفي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. لم يعد لدينا الكثير من الوقت، أختم ما تبقى في هذه الحلقة مع ضيفنا من لندن دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس النقيب، باعتقادك على ماذا يستند المخلوع صالح والحوثيون في رفضهم المستمر وضربهم عرض الحائط بكل القرارات الدولية؟ شوف المشكلة أن لدى هذا التحالف أنه لا يعير اهتماما لا للمعايير الأخلاقية ولا للمعايير حتى الاعتبارية العادية. يعني علي عبد الله صالح تعود في حياته أن التسويف والمماطلة والمراهنة على الزمن يحقق له كثير من المكاسب، في كثير من اللحظات الحرجة يعمل على تأجيلها طبقا للمثل الصنعاني الذي يقول من مشمغة إلى مشمغة فرج. هو الآن يناور برفض القرارات الدولية بالرهان على أي متغير قد يطرأ ليخدمه. وأما بالنسبة لجماعة الحوثية لديها مشروع أكبر من علي عبد الله صالح، لديها مشروع مراهنة على أن تستمر عليه حتى لو بعد 100 سنة. هم مثل ماذا متغير يخدمه؟ مثل ماذا؟ يعني انت عارف انه يوم ما قامت الثوره السلميه كان علي عبد الله صالح يبحث عن مخرج وقدم مقترح بانه هو يغادر اليمن، ولكن جرى تعديل المبادره بالرهان على انه ستتغير الاوضاع والفوران الهيجان الشعبي لن يستمر طويلا، وحصل اللي حصل. علي عبد الله صالح ينتظر متغير في الموقف الدولي، متغير في الموقف الامريكي، متغير في الموقف الإقليمي، لعله يعني بمرور الزمن ينتقل موقعه من موقع الإنسان اللي هو عدو للجميع إلى أن يفتح له ثغرة في أي مكان. لكن أعتقد أن بعد كل هذه، بعد ما تبين لنا من كل هذه الخروقات التي ارتكبت وبعد هذه الدماء اللي سالت وبعد هذه الأرواح التي أزغت، أعتقد على علي عبد الله صالح أن يبحث عن بصيص أمل للخروج من البلاد للنفاذ بنفسه. أما إذا كان يعتقد أنه سيعود إلى الحكم هو أو أحد أقاربه، فإنه هذا الرهان على الفرس الخاسر. شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد عبد المغني، كونوا بخير.